أهم ثمار 30 يونيو. دولة 30 يونيو بتنتصر يوم 30 مارس. دولة 30 يونيو بتحقق انتصار تلو الانتصار، لكن النهاردة كان انتصار بطعم المجتمع، انتصار بطعم العدالة الاجتماعية، انتصار بطعم الحماية الاجتماعية، انتصار بطعم بعض تحقيق بعض الأحلام، مش كل الأحلام. النهاردة الرئيس انتصر لأبناء بلده، النهاردة الرئيس انتصر على كل هذه المعوقات، كل هذه المطبات، وبدأ الرئيس النهاردة في نثر ثمار ما تحقق في خمس سنوات في عمر الأوطان، مدة بسيطة لكن ما تحقق فيها شيء كبير جدا. واللي حصل النهاردة كان بيقول للناس متشكرين، بيقول للناس انتوا صبرتوا وان شاء الله الخير قادم، ودي بشاير الخير، بشاير الخير، بشاير الثمار لما تم زراعته في 30/6 بنحصد بشايره النهاردة، بشاير بس لسه المحصول كله ما طلعش. تعالوا نشوف النهاردة بعض الثمار نرجعها مع بعض سريعا، هعرضها عليكم سريعا ونرجع تاني نقطة نقطة. النهاردة يوم تاريخي في مضمون ومفهوم تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية. هنرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه. منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية الثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. منح علاوة إضافية استثنائية لجميع على موعد مع هذه القرارات الرئاسية. اليوم كنا على موعد مع قرارات، حزمة قرارات بتتخذ لأول مرة، هذه الحزمة المتناغمة المتكاملة.